كنت موجودة طول فترة الملتقى، كان عندي جلستين بتكلم فيهم. الجلسة الأولانية كنت بتكلم عن الإشكاليات القانونية المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء في مصر، وإيه هي التحديات، وقدمت بعض التوصيات يعني للتغلب على هذه الأشكاليات. أنا اديت نبذة عن القانون الأول. إحنا طبعاً عندنا القانون رقم 175 لسنة 2018، ده بشكل عام بيطبق على الجميع، لكن احنا في مصر ما عندناش قانون متعلق بالعنف الرقمي ضد النساء، ما فيش عقوبات على فكرة ان في عنف رقمي ضد النساء تحديدا يعني، لكن في مطالبات بانه يكون في قانون موحد بيجرم العنف ضد النساء. احنا في مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون كنا جزء من قوة العمل المتعلقة بهذا القانون. طبعا الإشكاليات بتتلخص انه حجوب النساء عن فكرة الإبلاغ، بيخافوا على السمعة، بيخافوا من فكرة الوصم، فكرة النظرة الدونية في المجتمع، كل ما يعني ما إلى ذلك. مفيش حماية كاملة للمبلغات للأسف، بالذات في حالة إنه في معرفة سابقة بالجاني، لأنه الجاني هو أو عيلته هيروحوا البيت، هيبدأوا يضايقوا فيها، هيبدأوا سواء بقى بالترهيب أو بالترغيب، الضغوط من أجل إن هي تتنازل عن هذه المحاضر يعني أو القضايا. في نفس الوقت كمان في إشكاليات بتتعلق وفي حالة العنف الأسري، اللي هو كمان عنف مزدوج، عنف أسري وعنف رقمي بتتعرض له الناجية أو الضحية. فبالتالي بنلاقي إنه الستات ما عندهاش معرفة كافية بفكرة إن من حقها تروح بيت آمن للنساء. الخطوط الساخنة التابعة للدولة، سواء البيوت الآمنة أو خطوط النجدة الخاصة بالداخلية أو المجلس القومي للأمومة والطفولة أو المجلس القومي للمرأة أو إلى آخره، هي مش معلن عنها بشكل كافي. حتى الخط الخاص بالإتجار بالبشر أو الحماية من الإتجار بالبشر، لأنه في بعض الستات بتتعرض لعنف رقمي مزدوج مع فكرة الإتجار بالبشر. أنا بعتقد إن الملتقى كان مفيد لأنه جمع المنظمات أو الأفراد اللي بيشتغلوا على قضايا العنف الرقمي ضد النساء في كذا دولة عربية، وكل دولة الخبراء بتوعها قدموا نبذة عن الواقع وإيه هي الإشكاليات والتحديات، وبالتالي في نوع من تبادل الخبرات حصل. وفي الآخر إحنا ظروفنا في المجتمعات العربية قريبة من بعضها، فهتلاقي الإشكاليات في مصر قريبة من الإشكاليات في الأردن أو في العراق أو بحكم الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد. يمكن الدولة الوحيدة اللي سابقة شوية في دوت هي تونس.